على بعد 60 كيلومترا شرق آقا، انطلقت رحلة ذاكرة آقا عبر طريق إقضي وصولا إلى أيت وبلي، واتجهنا 8 كيلومترات صوب الشمال في طريق معبدة حتى وصلنا إلى بيت القصد، إنها تدرار تنص وتعني جبل المنتصف، فهذا الأخير هو من يفصل الحدود بين تداكوست وأيت وبلي. إذ يتواجد في تدرير تنص نقوش صخرية تشير إلى حضارة الإنسان القديم الذي كان يرسم كل مشاهدته ومعتقداته على الصخور من خلال رسومات حيوانية مختلفة أبرزها الفيل والزرافات، ورسوم أخرى على شكل تزينة لا ندري دلالته. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنرحب الصحفي ديالنا السي احمد الهبولي، الطاقم ديالو حول التصوير ديال هذا الوثائقي الصغير حول مواقع النقش الصخري والفن الصخري بمنطقه تايت وبلي. احنا اليوم كنتواجدوا في واحد ابوه صغيره كتسمى توريرت طورغت بين تداكوس وتايت وبلي. هنا فيه واحد النوع ديال النقوش جميله جدا كما كنشوفوا في هذه الصخره. عندنا نقش لفيلين، يعني هنا فيل الاول وفيل الثاني بالطريقه المعروفه ديال هي النقر، وطريقه شائعه في هذه المنطقه، يعني بمعنى ان هذه الحيوانات الضخمه كانت كتعيش في هذه المنطقه منذ 3000 4000 سنه واكثر في مرحله الصيادين، وكتميز ايضا هذه المنطقه بوجود نقوش الزرافات، نقوش ديال وحيد القرن، نقوش ديال النعام، ثم ايضا كاين الغزلان والضباء والى غير الجواميس والابقار الى غير ذلك. اذا هذه الطريقه اللي عندنا هنا كتسمى طريقه النقر، يعني يتم النقر على الحجر باستعمال مثلا اداه حاده مصنوعه من الصخور طبعا في العهد الحجري القديم في العهد الحجري الحديث ايضا. اذا هنا كيبان لنا الراس ديال الفيل، ثم الخرطوم ديالو، ثم هنا الاطراف السفليه الاماميه والخلفيه، ثم هنا فيل اخر، يعني هنا الراس ديال الفيل، ثم الاطراف ديالو السفليه، ثم هنا العاج ديالو، ثم الخرطوم ديال الفيل. ثم عندنا هنا في جهه اخرى عندنا نوع اخر من النقوش، هذا النوع ديال طريقه الصقل، يعني يتم الصقل على الصخره ونحصل على مثلا هنا عندنا واحد الضباء ولا غزال، يعني واضح. هذه الطريقه ديال التزينه ايضا هي من الطرق القديمه اقدم من النقر بكثير نسبه الى مدينه التزينه في الجزائر اللي تخش فيها اول مره هذا النوع ديال النقش. ثم عندنا هنا واحد رسم اخر، يعني هذا الرسم كاين اللي كيفسروا باحدى يعني المصايد، يعني التقنيه ديال صيد الغزلان انذاك، يعني هذه مصياده كتستعمل في صيد الغزلان وكتتواجد في مناطق عديده في اقا، في متبورين، في تيون زيوين، في كاينه ايضا في مشكاو، في هذه المناطق. ثم ايضا هذا النوع ديال النقش كنلقاوه في الرشيديه وفي زاكوره، يعني معروف. اما هاد النقوش المضافه هي حديثه، يعني كتبان من الشكل ديالها انها حديثه، وهذا واحد النوع ديال اللي ما كنبغيوش الناس هنا يحتفظوا بهذا الموروث الحضاري المادي اللي كيدور في الاعماق ديال التاريخ ديالنا. نتمنوا من الزائرين انهم ما يخسروش هذا النوع ديال النقوش، يخليوهم كما هما، لان مازال البحث والدراسه مازال جديد في هذا الموضوع، وان شاء الله نتمنوا هالرساله توصل للجميع. ثم القرب ديال هذه المواقع كنلقاو ما يسمى بالتيمولوس او الاضرحه القديمه او المدافن ما قبل التاريخ، يعني عندنا هنا جوج لي تيمولوس عباره عن او كتسمى اكركور، يعني هذه طريقه قديمه ديال دفن الاولى ديال الانسان
ما قبل التاريخ، هو انسان ديال العصر الحجري. تقريبا صبري شحال من المواقع اكتشفتي في هذه المنطقه؟ تقريبا المواقع اللي كاينين هنا في ايتواب اللي كتصنف اول جماعه من حيث عدد المواقع ديال الفن الصخري بالمغرب، فيها تقريبا 58 موقع، وفيها ثلاثه ديال المواقع ديال الرسم، يعني الرسم باستعمال عند الرسم ديال الصور ديال الحيوانات وبعض الادوات والفرسان الى غير ذلك. فهادو كاينين بالضبط في الداخل ديال تاداكوس، ونادره في المغرب، يعني تقريبا عندنا في المغرب شي 40 موقع اللي فيها الرسوم الصخريه، واغلبها في الصحراء، المواقع الصحراويه في الوديان الجافه طبعا، لان في غالب الاحيان كنلقاو هاد النقوش الى جانب الوديان في الجافه الان، اللي كتعني لنا في واحد الفتره زمنيه كان هنا منطقه خصبه، كانت سافانا، كانت اعشاب، كانت مياه، والا ما يمكنش نلقاو هاد النوع ديال الحيوانات اللي كتطلب واحد مناخ، واحد ظروف ديال المعيشه اللي ما كايناش الان. الان تغير المناخ بكثير في المواقع. ثم ايضا فيه مواقع كثيره، زرويكلان، فيه متقورين، فيه تمكرات متعيالين، طيب قاضي سردان، فيه زرويكلان الاخر، فيه تارقانت، فيه جفنقة، فيه مشكاو، فيه نتبان، فيه غانس، يعني مواقع عديدة، وكاين ديال تزونين، وكاين ديال خفواخ، يعني مواقع وتيد ناس، يعني مواقع كثيرة الحمد لله. نتمنى فقط تكون الاستثمار، تكون عناية بهذا الفن الصخري اللي هو مفخر ديال هذا الإقليم طاطا بصفة عامة. يزخر المغرب بثراث مادي غني ومتنوع، يعود في بعض الحالات لفترة ما قبل التاريخ، وكمثال بارز على هذا الغنى نجد الفن الصخري الذي تنتشر مواقعه في مجالات جغرافية مختلفة، تمتد من أقصى الشرق المغربي إيش وفي كيغ، مرورا عبر هضاب الأطلس الكبير شمالا، ياغور وأوكيمدن وتلوات، والمناطق الشبه الصحراوية جنوبا، ضرعة وروافده، باني والسفوح الجنوبية الشرقية للأطلس الصغير، وصولا إلى ضفاف المجاري الصحراوية جنوبا، الساقية الحمراء وروافده. إذ تعتبر طاطا من بين أغنى المناطق في المغرب من حيث تمركزات الفن الصخري التي تقارب 100 موقع، نجدها موزعة على طول وروافد وادي ضرعة، وعلى الأعراف المشكلة من صخور المرويت والحجر الرملي التي تزخر بها سهول الفيج في المنطقة. إن غنى المنطقة من حيث الثورات الصخري والشواهد الأثرية الأخرى دليل على أنها عرفت تعاقب ثقافات مادية مختلفة واستقرار مجموعة بشرية متنوعة استوطنت المنطقة منذ غابر الأزمان. ولمحافظة على هذا التراث المادي وصيانته أكثر، لجأت وزارة الثقافة إلى بناء مقر المحافظة بجوار الطريق الذي يؤدي إلى قلب تاداكوست. بني هذا المقر بأحجار وطين ما زاده جمالا ورونقا، حيث استقبلنا رئيس جمعية تويزي للثقافة والرياضة والتنمية السيد مصطفى أفقير، وتحدث لنا عن جوانب الهادفة لهذه المحافظة. باسم مصطفى أفقير، رئيس جمعية تويزي للثقافة والرياضة التنمية بضوء تاداكوس، جماعة وقيادة إتوابلي. الجمعية كتهتم بالنقوش الصخرية والمحافظة على النقوش الصخرية بصفة عامة والمآثر التاريخية بصفة خاصة. نادر المحافظة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمندوبية الجهوية ديال أكادير، ودرنا واحد المحافظة ديال النقوش الصخرية، كجمعنا فيها كما كتشوف التصاور ديالنا بعض النقوش الصخرية
متواجدة بجميع الأتوبلي خاصة وبصفة عامة بتدكس عامة. كاين بعض النقص السخرية منها طفل ضيف ديال السبارة، وكاين نقص السخرية اللي هي رمزية. والحمد لله حنا كنستقبلوا الباحثين وكنستقبلوا التلاميذ ديال الإعداديات وديال الثانويات وديال الابتدائية في إطار التوعية والتحسيس علاش على حسب النقص السخرية باش ما يتخربوش ما يقيلوا فيه السمية ديالهم كما مثل الصباغة ورقم الهواتف والسيفونيرات. هذا هو المهم، هذا هو الهدف الجاد ديال الجمعية. مشكورين، السلام عليكم. نحن الآن نتواجد هنا في جمعية تويزي للثقافة والرياضة والتنمية التي تهتم بهذا الموروث الثقافي. فكما نلاحظ هذه الجمعية هذه المحافظة تزخر بالعديد من الصخور، ترفع لها القبعة على اهتمامها بهذا الموروث الثقافي الذي يجب المحافظة عليه، لأنه يعبر على الثقافة التي كانت تسود هذه المنطقة، ويعبر أيضا على أن هنالك مجموعة من يعني فئات بشرية مرت على هذه المنطقة، وأيضا يعبر على وجود حيوانات متنوعة كما نلاحظ ثم فيلة غزلان. يعني هذا الموروث الثقافي صراحة يجب أن نشد يعني يجب أن يكون هنالك باحثين يهتمون بهذا المجال على غرار هذه المحافظة وعلى غرار الأستاذ الفاضل سيد إبراهيم جيد الذي يبحث في هذا المجال. نتمنى له التوفيق في هذا المجال. غير بعيد عن هذا المقر سايرنا الطريق صوب قلب تاداكوست، والتي تعتبر من بين الواحات المتواجدة بعمالة طاطا التابعة للنفوذ الترابي لجامعة إيتوبيل القروية. وتتميز هذه المنطقة بمناظر طبيعية مكونة من جبال شامخة على شكل أهرامات أقحمت وسطها بنايات طينية جميلة، وفي سفوحها واحة من النخيل تتوسطها مياه جارية، وبجنباتها بحيرة طبيعية بمياه هادئة فرضت نفسها جمالا أخاذا لتتسابق مع باقي المناظر التي تزخر بها إقليم طاطا نموذج أموند بآقا وأجنان ثم شلال العتيق بتيسينت. واحة تاداكوست بستان النخيل شجر مبارك ورد ذكره في القرآن والإنجيل، عنوان الصبر والقوة والشموخ، رقعة ذاع فيها كل بقع صيتها ووجهة يأبى كل الأقوام بحجها.
وبسبب نذرة الوثائق التاريخية بل انعدامها تماما، يجعل بناء هذا المخزن الجماعي وتاريخ هذه المناطق، غير أن حسب بعض المؤرخين قد يكون أكادير تداكوست هذا من بين أولى القرى المرابطية بالجنوب المغربي. وأفادنا السيد إبراهيم حسين أحد سكان المنطقة بمعلومات حول هذا المخزن الجماعي، حيث أشار إلى أنه تزامن هذا الأخير بصور قلعة محند أعلي أمنصاق قائد المارينية الثائر المتواجد بتربة أخضاير قرب إمقضي. بني هذا المخزن الجماعي بقمة جبل واعر ليكون لهم مخزنا يحفظ لهم مدخراتهم وملجأ يقيهم شرا أثناء الغزوات ولمراقبة كل المسالك. هذه البيوت التي تبدو اليوم خرابا كانت بالأمس عامرة تزخر بكل أنواع الذخائر من حبوب وخضر فلحلي وعقود، وكم تحز في النفس رؤيته تؤول إلى هذا المآل دون أن تجد يدا رحيمة تعيد إليه الحياة اعترافا منه لما كان تقدمه من خدمات جميلة لهذه السكان. لقد صار المكان قفرا ترسم معالمه الكآبة، وخلت قفرانه من سكينه وخيم الصمت بعد أن كان ذوي الصدى بعدم المكان.